الدكتور عز الدين العلوي المدغري المختص في الجراحة التجميلية وتشبيب الوجه بالرباط. أهلا بك دكتور ومرحبا. مرحبا للجيان، صباح الخير. صباح النور. صباح النور دكتور، ومعك أكيد كتنورنا على بعض النقط اللي كنركز عليها أكثر في مواضيعنا. شكر لك دائما. شكر لك سيدي. طيب، وحنا معك دكتور يعني طيلة هذا الأسبوع حنا فاتحين هذا الملف ديال الصحة الجمالية للمرأة. الصحة الجمالية كذلك من اللي كتضر ومن اللي كتقاس كذلك في محنة مرض سرطان الثدي، محنة كذلك ورحلة كذلك يعني، ويمكن يكون عذاب كذلك نفسي بالنسبة للمرأة. تأثير ومضاعفات، وتكلمنا على الشعر وسقوط الشعر وكذلك سقوط ديال الحجبان، سقوط الرموش كذلك. اليوم بغينا نتكلموا على الأظافر، نعرفوا كيفاش كيأثر فيها وشنو الأعراض اللي كتبان عليها ملي كتكون هاد العلاجات الكيماوية، وفي أول يعني جرعة شنو ممكن يوقع دكتور؟ بالنسبة للأظافر تهم من هاد يكون بارتي دي فانير، يعني هاد الكتلة هادي اللي مركبة من الشعر ومن الجلد ومن الأظافر. الأظافر عندهم واحد الخصوصية انهم موجودين في الراس ديال الرجلين او في الراس ديال اليدين، يعني أبو لوان بعاد على الدورة الدموية. وهما اصلا عندهم واحد العلاقات سرقي وكان اللي تغديهم، ولكن تبارك الله بالكثرة ديالهم تيعطيو اظافر تيكبروا يعني الى اخره. ولكن ملي تيبدا هاد العلاج بالمواد الكيماوية تيكون تأثير على السيركيلاسيون، على الدورة الدموية. وتوقع واحد اضطراب بالنسبة للنوعية الجيدة ديال الظفر. نعم، يعني الجودة ما كيبقاش بنفس الجودة. الجودة نعم. كاين واحد الاحتياط تيدار في الدول الأوروبية أو أمريكية، هو أنه يعطيهم تيديروا للناس اللي عندهم لا الحصص ديال الشيميو واحد لي غون واحد القبعيات اللي هما متلجين مبردين. تيحشوا يديهم فيهم ولا ديهم اذا كان هذا، ولكن بالخصوص الايادي. وتيكون واحد التبريد ديال هذا. علاش؟ لانه تيزيدوا يضيقوا العروق اللي تيوصلوا الدم للاظافر، باش الماده الكيماويه ما تمشيش، ما كيوصلش بداك التركيز. نعم، داك التركيز الكثير. طيب، وحنا باقي ما وصلناش يعني هاد التقنيه هذه وهاد الوسيله. هذه ساهله، هذه مساله ساهله. يعني كاينه هنا في المغرب دكتور، خص الواحد يخمم فيها واش كاينه بالصفه، واش خدامه ما خداماش. هذه هي مساله، هو غون يعني قبعه، كاين حتى ديال الشعر نسيت داك المره قلتها لك، كاين حتى بالنسبه للشعر هذوك اقتراح. ولكن واش هو افيكاس، واش هو تعطي واحد النتيجه 100%؟ في نظرك هذوك؟ انا في نظري علميا وي. نعم، علميا حيت تنبردوا الدوره الدمويه وتوصل وهذاك لا سيركيلاسيون تاع الضياق، العرق تيضيقوا. نعم، دونك ما تيوصلش الماده الكيماويه، ما توصلش لهذيك البلاصه اللي هي مبرده. طيب واضحه. طيب يعني اوكي، هاد لي غون ولا هاد القبعه يعني كتلبس اثناء يعني المعالجه ياك دكتور؟ لا، الوقايه. غير الوقايه، هذا دائما يعني المريضه تكون لابساهم دائما. هاد وقايه تلبسو في المحل فين كاين داك الشيميو، يكونوا موجودين على حسب لي طاي ديال اليدين، يعني اثناء العلاج طيب. وقبل شويه من العلاج واحد نص ساعه تلبسو باش يتبرد الدوره الدمويه تتبرد في داك المحلات. وفاش تكون الجرعه ديال الدواء ما تتوصلش بداك الجهد اللي هو راك عارف على الخطر. الانسان تيحس بحال الظفار تيضربوا فيهم الدم، تتحس اذا كان الدم سخون في الانسان. تحس بالدم جاي حتى للراس، حتى للراس ديال الظفر. أيه. طيب، فهاد يعني في هاد الفتره ديال العلاج الكيماوي اكيد كيتبدل حتى اللون يعني ديال الضفار. كيتبدل اللون فعلا، من كتوقع فيها شاشه، كي ربما قصور ياك دكتور.
اي تيوقع فيهم تيوقع فيهم تبدا اللون هذاك اللون اللي بحال الاخضر بحال الاصفر بحال بني بغينا نقولوا مع غونتا بني كاع نعم وراك عارفه باش الضفر يخسخلف داك سميتو ديالو تيخصو واحد المده طويله شويه وهذا وهذا المهم كاين تاثير شحال يطلع نعم نفساني ولكن دابا غادي نقول لك بانه إذا جات الواحد يكون عنده استعداد وعنده إرشادات في هذا الموضوع يعني يكون عنده ثقافة على هذا الموضوع ومتقبل الأمر نعم نعم, نعم. هو في الحقيقة تخصنا بصفة عامة يكون عندنا واحد تكوين ولو بسيط ولو ماشي زعما ماشي دبلومات اليوم صعاب ولا هذا ويكونوا مرافقون مرافقون ومرافقات لهذا النوع ديال الامراض لا حبذا مزيان ماشي انفيرميير ولا ايد سوانيون ولكن تكون شي تجربه من تجارب مرافقه هذا المرافقه هادو براسهم يكون عندهم واحد لا فورماسيون واحد التكوين خفيف وزوين ويكونوا هما مرافقات ولو الانسان يطوع واحد شويه يدير شويه ديال الاجر نعم. يتعلم ويعلم الناس مزيان غادي يكون واحد ها كيفاش تقطع تفارك ها كيفاش تصوبهم ها كيفاش اجي نصوبو اجي نديرو هادي اجي هذا اجي اشنو تاكل اشنو اللي ما تاكلش هادي هذا يكون واحد القرب واحد القرب واحد المرافقه نعم. لا حبذا غادي يكون واحد عنده واحد تأثير نفسي إيجابي يعني. نعم إيجابي نعم نظري أنا إيجابي طيب أنا غير بغيت نتشارك معك دكتور يعني واحد السيدة اللي تواصلت معنا البارح بشرة من هولندا تكلمت على التجربة ديالها وأنه سرطان ثدي جاها على 38 سنة وفي خضم وفي غمار يعني هذه التجربة وهذه الرحلة هذه ديال العلاج يعني الأطباء اتفقوا باش أنهم يجيبوا واحد السيدة هي مغربية مرات بنفس التجربة والعلاج عطى نتيجة فيعني هاد السيدة رافقتها طيلة العلاج عطتها أمل ورتها شنو دير شنو ما ديرش يعني الناس تفكيرهم رقى بزاف دكتور عز الدين رقى بزاف لأنه كيفكر في الصحة النفسية يعني ديال المرأة وهذا كذلك يعني حتى العلاجات والاقتراحات الممكنة والاختيارات اللي تعطت لهاد السيدة هذه في هولندا كيفاش أنها تقدر تشافي راسها تفضل دكتور انا بغيت نقول بانه من الجلسه الاولى وحنا تنتكلموا على الحاله النفسيه ديال المريض مهمه بزاف وحنا ما عارفينش عليها بزاف راه كيما الحقيقه تدير والاشعه تدير ولكن راه القدره البشريه القدره النفسيه ديال الواحد عندها دور مهم جدا نديرو له 9/10 وعاد الشيء الاخر جاي موراه طيب هذا الشيء مهم طيب خصو هذه المرافقه انا في نظري اما تكون كما هذه الحاله اللي عاودتي عليها من هولندا الى اخره نعم او لا تكون كوتش هذا الكوتش نعم هذا الجيران دابا هما يكونوا يعاونوا ويساعدوا ولو طوعيا نعم. ولو طوعيا نعم. راه فيها أجر طيب والأجر ليك دكتور عز الدين العلوي المدغري الله يكتبوا لك في الميزان إن شاء الله المقبول بإذن الله على هذا النصائح شكرا لك غدا إن شاء الله مواصلين معك أكيد ونتكلموا كذلك تفضل دكتور غدا إن شاء الله واحد الجولة على جميع المواد اللي تقدر تعاون تماما هذه المسائل هذه إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك دكتور عز الدين العلوي المدغري خليك على خير إلى اللقاء.